أهلا وسهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من تلت ساعة، والنهاردة هنعمل مع بعض أكلتين حلوين، واحدة منهم حادق واحدة منهم حلو. هنعمل النهاردة الأكلتين بالتفاح. طبعا احنا عارفين ان التفاح مهم جدا 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 في يومنا. خلينا نتكلم عن التفاح في الطب القديم. التفاح في الطب القديم كان ليه دور كبير في العلاج، فكان اليونانيين بيستعملوا لعلاج أمراض الأمعاء بالعصير بتاعه، وكانوا في بعض في ناس تانية غير اليونانيين بيستعملوا لعلاج الجروح والقروح، وكمان كانوا بيستعملوا مسحوق التفاح وبيخلطوه مع لبن الأم علشان يعالجوا بيه الرمد والروماتيزم. وعصير التفاح المطبوخ كانوا بيستعملوه علشان يعالجوا بيه الصرع. طبعا غير كده ان هو فيه ليه فوائد تانية لبشرة الست وجلدها واشياء اخرى، مش مهم. خلونا دلوقتي نبتدي نعمل الاكل بتاعنا. هحط زيت في الطاسة وهفتح النار علشان انا عايزة اول حاجة أشوي الستيك. عندي حتة ستيك هشويها. دي دلوقتي هجيب اللحمة. نجيب بس الأول لانشا اللحمة، عليها ملح وفلفل. هتبل اللحمة ادي فلفل وقرفه كمان. طبعا انا هما دول اللي انا هتبل بيهم. تحبي تتبلي؟ هما راحت فين القرفه اساسا؟ منزلتش في الغطا. ادي كده، ما تحطيش قرفه كتير عشان القرفه كتير بتحرق كده سنه. عايزه بس ايه ابططها كده، ابطط عليها التتبيله، وبعد كده احطها في الطاسه علشان تتشوح. ناخدها دلوقتي ده احلى صوت اللحمة. انا دلوقتي هسيب اللحمة دي لمدة 7 دقايق على كل جنب علشان تستوي سوا كامل. هغطيها علشان كمان تنزل ميتها، تقوم تستوي في المية اللي هتنزل منها. كده يبقى احنا ضمننا ان اللحمة كلها مستوية من بره ومن جوه. نشيل البولة دي ونبتدي نعمل الصوص بتاع اللحمة. هجيب كسرلة، احط البصلة هنا واروح النار. هفتح كده، حط عليهم حبة زيت وحسيبهم لحد بس ايه ما يبقى لونهم شفاف. رجع دي ورا. خلوني ابص على اللحم. شايفين هي حتى من فوق لونت او خلاص خدت اللون، بس طبعا هي من جوه لسه نيه. شايفين لونها من تحت خرافي. نغطي عليها تاني.
ممكن اوطي النار سنه، انا عايزه بس البصله تتشوح، وهحط بعد كده عليها الثوم ونبتدي ناخد بقيه الخطوات. خلوني دلوقتي ايه احضر التفاح. انا هعمل صوص بالتفاح علشان احطه على الستيك. هشيل بس البذر كده، هقطع البصلة مكعبات. طبعا انا النهارده مستعمله تفاح اخضر، تحبي انت تستعملي احمر بنفسجي يرجع لك. ادي التفاحه التانيه، نص التفاحه كده، حلو قوي. نشيل التفاح والبصل. عايزه ابص تاني من البصل الاول، احط عليها ثوم ثوم ثوم، نقلب بقى الكلام ده كده كله على بعضه. ريحة البصل ولا الثوم؟ ادي هجيب دلوقتي الخل وهنحطهم على البصل والثوم. عايزه الكلام ده اول بس ما الخل يبتدي يغلي هروح حاطه التفاح. شايفين بدأت تغلي، هجيب التفاح واحطه. واتبل زعتر، وهحط مستردة. كده نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. هيديني طعم التفاح، هيديني طعم مسكر، والخل والمستردة ده يديني طعم مزز حلو قوي. ممكن الكلام ده نتبله بحبة ملح وفلفل صغيرين. دلوقتي بقى هزود الكلام ده حبة مية علشان اساعد التفاح على انه يبتدي يستوي. نقلب تمام، حلو قوي. هسيبه على النار وارجع، عايزه اغطيه بس، نحط عليه سنه ونبص على اللحمه. البتاع دي سخنه سنه، عايزه بس ايه مديها مساحه. تجنن، عايزه بس عايزه تعرفي اللحمه استوت ولا لا، مجرد بالشوكه تعملي فيها خرم، لو بتنزل لسه سوائل ودم يبقى هي ما استوتش. بس كده هي تمام استوت. حطي عليها هخليها متغطيه، لان انا عايزه الصوص بتاعي يجهز. ايه رايكم؟ خليني ايه، لا مش عايزه ابدلها، انا ممكن بس اعمل ايه، هزود ميه سنه لان انا شايفاها برضو ستيل تخينه.
الصوص لسه تخين وانا مش عايزاه تخين قوي. نغطي ونشيل المي. خلوني احضر بس ايه الطبق اللي هحط فيه الستيك. عايزة احط فيه كم بطاطساية كده، ادي كده، وهحط عليهم بس ايه حبة زعتر كده يعملوا لنا شوية منظر. ونشيل، انا هطلع الستيك. ستيك ريحتها واو. نبص على، ايوه كده، ايوه كده، حتى التفاح طري. نطفي على النار واحط الصوص ده فوق التفاح. كده يبقى احنا كده الطبق الاولاني بتاعنا جاهز. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض.